صباح الخير وتحية كبيرة لكل المشاهدين اللي عم يتابعوا حلقتنا لليوم من ام تي في الايف من لبنان ومن الخارج. فقراتنا متنوعة وعديدة واكيد بنتطرق لعدة مواضيع كلها بتهمكم. بفقرة ايت سمارت معنا اختصاصية التغذية رندا فهد، رح نحكي عن موضوع بهم كل العالم وهو السعرات الحرارية او الكالوريز وعلاقتها بالصحة وبالتغذية. صباح الخير رندا. صباح النور لورا. موضوع كثير يعني بينسأل وكل العالم يمكن اذا بدنا نقول لاقطين كالكولاتريز ايه وعم يشتغلوا فيها ليعدوا الوحدات الحراريه بس هيدا الشيء يعني بدنا نكتشف هلا معك انه ما هو الطريقه الصحيحه يمكن نحن لنعد الوحدات الحراريه. رح نبلش مع خبريه اليوم ومع سؤال المشاهدين. على الاكيد رح بلش ذكر المشاهدين دائما فيهم يتابعونا على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك بتكونوا عم بتتابعوني. دائما اسئلتكم عم جاوب عليها وعندي بختار سؤال واحد بنحكي عنه اليوم. هلا اليوم كان السؤال من شخص، هي رياضية بتقول انه انا شخص بعمل رياضة على طول ورياضة قوية وانا اثليت، بس بهالايام عم حس حالي كتير تعبانة ما عم بقدر كمل، انا وعم بعمل التريننج للاخر بحس حالي في تعب، اوقات بحس حالي عم جرجر حالي لروح على الرياضة، يعني كل هول الاشياء. وشو هو شو السبب؟ فأنا هون بقول أكيد في عدة أسباب لهالشي، بس إذا حدا رياضي وهالقد بيعمل رياضة أول شغلة أنا فكر فيها يكون في نقص بالدم، فقر دم. فإذا هون فقر دم يعني فقر الحديد بقلب الدم، فكيف فينا نعرف؟ لازم نعمل هون فحص دم ونكتشف هالشي، لأنه حتى لو عم ناكل أكل مزبوط أوقات الرياضيين هن معرضين مفاجئ أكثر من غيرهم إنه يصير عندهم فقر دم. ودائما عنا بنعرف انه في نسبه بالنسبه ل 15 ل 35% من الرياضيين النساء بصير معهم فقر دم، و5 ل 10% من الرياضيين الرجال بصير معهم فقر دم. فساعتها نحن هون بهذا الوضع لازم يكون في تناول للحديد حتى يعلى الحديد بالدم، ومن هنيك نكون اكيد عم نهتم بالاكل اللي هو مظبوط. واكيد اذا ما مش الحال بالتغذيه ساعتها بدنا نستشير طبيب، بس انه اول شيء نحن بدنا نفكر فيه هو فقر الدم. بدنا نفكر دغري بفقر الدم، بدنا نعمل فحص لورا دم، اذا كان عندنا فقر دم بهالوقت رح ناكل نحن مظبوط ولكن ما رح يكون كافي، بدنا نكون عم ناخذ سبلمنت، وهون بيجي المتممات الغذائيه دوره حتى تكون عم تعلي هالحديد بالدم. متى ما علي الحديد بالدم ساعتها انا فيي كمل بطريقه تناول الاكل المظبوط. خبريه اليوم عن شو بتحكي؟ خبرية اليوم لها علاقة بسرطان المصران الكولوركتال كانسر. هلا عملوا دراسات كثير كبيرة وبهالدراسات كانوا عم يسألوا كذا سؤال، النساء أو الرجال مين معرض هو أكثر؟ كانوا عم يشوفوا بالفئات اللي هي بالمحلات اللي بيكون في مصاري اكثر لشراء اكل معين او مصاري اقل بمناطق ثانيه، يعني حسب الحاله الاقتصاديه بالمنطقه او بالبلد هل هي بتاثر ام لا. كانوا عم يشوفوا كمان من وين عم ينشر الاكل، سوبر ماركت كبير اما بمحلات صغيره، طلع هيدا كمان عم ياثر، وشو هو نوع الاكل اللي هو عم ياثر. بهالدراسه اللي انعملت بالولايات المتحده ولكن بكثير كثير مناطق وانعملت على كثير اشخاص، تبين انه هون الرجال هن اكثر عرضه من النساء لهالنوع من السرطان، وهون كانوا عم يشوفوا الاشخاص اللي هن صغار بالعمر، وقت نقول صغار بالعمر يعني بعمر ال 20 لل 45 سنه، هل هن عم يصير معهم هالنوع من مرض السرطان المصران اللي هو رح يؤدي، هل هو عم يؤدي للموت كمان؟ فتبين مثل ما قلنا انه الرجال معرضين اكثر من النساء، بين انه المناطق اللي هي الحاله الاقتصاديه فيها أقل من تانيين كمان معرضين أكثر، تبين إنه اللي بيروح على سوبر ماركت كبار اللي هن شو الفكرة؟ إنه بيشتروا كميات كبيرة، لنقول هلا بدي أحكي إنه السكر من الأشياء اللي أبداً منا منيحة لهالنوع من السرطانات، فبيكونوا عم بيروحوا عم يشتروا البونبون والسكاكر إلى آخره، وبسوبر ماركت لأنه متوفرين بالسوبر ماركت الكبير بشكل أكبر. نعم متوفرين وبتشتريهم بكميات كبيرة، صح. يعني أوريدي بتكون عم تشتري العلب كلها سوا مش عم تشتريها حبة حبة،
زمان كانوا معرضين اكثر، وبالاكل مثل ما كنت عم اقول اكثر شيء تشددوا على السكاكي اللي هي كانت من الاشياء اللي هي كثير مسببه لهالنوع من الامراض. وثاني شيء هو الدهن اللي بيبقى قاسي، وقت اقول قاسي يعني بالسمنه مثلا مش بالزيوت، والقاسي وقت اقول قاسي يعني بجلده الدجاج مثلا، وقت اقول قاسي هي باللون الابيض اللي بنشوفه نحن باللحومات. فكمان بين هيدي اللي كانوا عم ياكلوا اكثر من اكلهم بهيدي الكاتيجوري، هيدا الشيء من الاكل كمان عرضهم اكثر لهالنوع من الامراض السرطانيه. فاذا نحن شو علينا بالنتيجه؟ بالنتيجة علينا ننتبه انه نكون عم ناكل اكثر، اللي قلناه البوزيتيف كان هو الخضار الفاكهة اللي دائما بنحكي عنها البقوليات، نتجه دائما لطبخنا، برجع بركز على طبخ الميديترانيين، وننتبه من السكاكر اجان وكميته. لكن هون مش بس ننتبه لليحكيو على السوبر ماركت لارجع على لورا، يعني ما بدي اكل كمية كبيرة، مش غلط مرق شي مرة، يعني ما بدي اعمل ببيتي سوبر ماركت، ما بدي انقلها كلها على بيتي ويكون عندي يعني مثل على طول تشويسز وعلى طول الخيارات يكون عم بقدر اتناول منها. على الاكيد بدنا نحكي عن الكالوريز. اول شيء بدنا نعرف شو يعني كالوريز، شو لهم علاقه بحراره الجسم، دائما بنقول سعرات حراريه، وكيف ممكن يكونوا عم بياثروا على الصحه وعلى التغذيه بكمياتهم، وكيف بدنا نحسبهم. لورا هيدا موضوع ما بيخلص اذا بدي بلش فيه، اليوم رح احكي على اربع نقاط فيه، وكل مره برجع بوجه المشاهدين ليكونوا الاشياء اللي انا عم بحكيها يكونوا عم يعرفوها وتكون واضحه لهم. نحن وقت اقول بهالاكله في سعرات حراريه، يعني هالاكله وقت انت تاكليها لورا الجسم رح يستعمل هول اللي بنقول لهم سعرات حراريه ليعطي طاقه، فهن بيستعملهم الجسم ليعطينا الطاقه منهم، طاقه لنعيش، للقلب يدق، كلاوي تكون عم تشتغل مزبوط الى اخره، طاقه لنقدر نمشي، لنقدر نعمل رياضه الى اخره. فاذا وقت اقول فيها 80 وحده حراريه يعني هي عم تعطيني طاقه 80. اوكي 80 كالوري، فهي قديش عم تعطيني طاقه هلا؟ فاذا هل نحن بحاجه لناخذ وحده حراريه؟ على الاكيد بحاجه، لانه هن مصدر طاقه، ما فينا نعيش بدونهم. اكيد. هلا الوحدات الحراريه سالتيني اول سؤال رح جاوب عليه، هل حيا لوحدات حراريه هي فيها نفس الكميه الغذائيه؟ وطبعا كل المشاهدين بيعرفوا اكيد انه هالشيء منه مزبوط، يعني انا اذا بدي اقارن وحدات حراريه اللي هي موجوده لنقول بفنجان الفاصوليا المطبوخه وراح اقول انه في 300 وحده حراريه، اوقات في عالم بتقول لي اوف كثار، بس اللي ما بينتبهوا انه لوح شوكولا اوقات رح يكون يحتوي 300 وحده حراريه، غذائيا هالوحدات الحراريه منهم مثل هوليك. فكل شخص بيقول لك انه انا مالي اليوم ما رح اتغدى باكل لوح الشوكولا، لانه اذا بنفس الوحدات الحراريه انا دائما بفضل انه اكل او قطعه الجاتو او هيك. انه انتبه انت عم تاخذ نفس الوحدات الحراريه هي من ميل، ولكن اذا عم تحكي غذائيا انت روحت عليك او انت الفيتامينات، المعادن، الالياف، موانع التاكسد الى اخره. فهيدي واضحه انه اذا انا بدي احكي على صحتي مش بس بدي اكون عم اطلع على الوحدات الحراريه، عم عد الوحدات الحراريه هلا. ولكن دائما بدي احط ولكن هون، اذا انا كمان عم بحكي على صحتي مش لازم اكل كثير وحدات حراريه اكثر مما جسمي بده، لانه انا وقت اخذ مثل ما قلنا الوحدات الحراريه بتساعد لاعطاء طاقه، ولكن انا وقت اخذ وحدات الحراريه كثير اكثر مما جسمي بده بالنتيجه رح تتخزن، ورح تتخزن بالخلايا الدهنيه، ونحن بنعرف وقت تكبر الخلايا الدهنيه هالشيء بيؤدي لالتهابات زياده، وهيدا شيء منه صحي. فاذا كمان هون حتى من الشيء صحي هاي اللي بدي حاول حتى لو كان مخزن هالوحدات كمية وحدات زيادة عن حاجتنا من أكل من صحي. أكل صحي يعني حتى أنا من أكل صحي بدي أنتبه أنه أنا ما يكون عندي زيادة بالوزن. نعم. فهيدي شغلة كمان بدنا نكون عم ننتبه لها. ومشان هيك أنا بالأشخاص اللي بيقولوا لي إيه أنت بتقولي أنه مثلا جوز صحي، أنا كل يوم رح أكل نص كيلو جوز، بتقولي أنه شياسيت صحيين، أنا كل يوم على كل أكلة رح أحط ملعقتين. نحن مش بحاجة لكل هالكميات، يعني هيك وقت اقول صحي بدنا كمان ننتبه الكميه، ما بدي عقد حالي بالموضوع، بس كميه بتخلي جسمي هو جسمي، هيدا هو مش بحس حالي عم زيد بالوزن فيه. سو هيدا صحيا يعني. نعم. رح نروح لمرحله ثانيه، نحن وقت نكون عم ناكل دائما بخبر المشاهدين عن شيء اسمه ثيرمال افكت اوف فود، يعني كيف هيدا
الأكل بيعلي شوي حرارة الجسم حتى الجسم يكون عم يحرق زيادة منه. بهيدول الأكلات إذا أنا عم بحكي أكل بيحتوي أكثر بروتين، أما بدي أقارنه بالنشويات أما بالدهنيات، البروتينات هن أكثر شيء فيهم ثيرمال إفكت. يعني أنا وقت أكل بروتين شوي بيعلى حرارة جسمي فجسمي بيحرق أكثر. فإذا يومياتي كانت مركزة بالبروتين بدي أعرف أنه حتى لو عم بحسب الوحدات الحرارية جسمي عم يحرق تقريباً 80 ل 100 وحدة حرارية زيادة عن وقت أكل بس دهنيات أو وقت أكل بس فات، بس دهنيات فات أو بس نشويات. فإذا هيدي شغلة كمان ننتبه لها. الشغلة الثانية ما بدي أنسى قضية الجلايسيميك إندكس إذا عم باخد أنا نشويات. يعني إذا أنا بدي أرجع أحكي الفرق بين التفاحة والآيس كريم، أوكي حتى لو اثنيناتهم رينا حجم بحجم عندهم نفس الوحدات الحرارية، بس ما ننسى أنه التفاحة فيها الألياف هون غير أنه قد عم تفيدني صحيا، ولكن الألياف اللي فيها اللي عم يشتغل فيهم الجسم على مهله، أوكي خليني أشبع شوي أكثر من وقت أكل آيس كريم. رح ارجع على الطبخه اللي عندي وقت احكي على المجدره اكيد، او وقت احكي على لزيح عن هون عم بحكي جلايسيميك اندكس، مشان هيك ما عم بحكي عن الحمام. وقت اكل المجدره اللي فيها الجلايسيميك اندكس عالي، الجلايسيميك اندكس بالعكس هو واطي مش عالي. فاذا هون اللي شو عم بيساعدني الالياف فيها عاليه، عم يساعدني هالشيء يكون عم بشبع وما يكون عم ضلني لقمش، بينما نفس الوحدات الحراريه اللي اخذتهم من قطعه الجاتو بعد شوي رح تخليني جوع ورح تخليني اكل اكثر واكثر. بطبيعه الحال كمان السكر اللي موجود فيها رح يخليني اطلب اكثر اكل. مظبوط، هو عم نحكي نرجع هون السكر 100% لورا معك حق، لانه الجلايسيميك اندكس بصير فيها هون عالي. فاذا عم نلاحظ انه منه الاكلات هن زيتهم. حتى في خبركم شيء عن اللوز، دائما اللوز بحد ذاته بالمكسرات اذا بنكون عم ناخذ كميه معينه لنقول فيها 160 وحده حراريه ب 30 جرام، يعني بيطلعوا تقريبا هون 22 24 وحده، اوكي، ولكن الجسم بعد ما تاكليهم في وحدات من الوحدات الحراريه بقلب الجسم بتروح دغري. فاذا هون مش هو بيكون عم يخزنهم اما بيكون عم يستعمل، يعني مثل كانه اذا انت اكلي فيهم لنقول 160 وحده حراريه مثل كانك اكلي 100 وحده حراريه من اكل ثاني. فاذا عم بشبع بنفس الطريقه ايه، فاذا طبيعه الحال اكيد. فاذا هون نحن لا، الوحدات الحراريه منا وحدات حراريه، مثل ما قلت في كثير اشياء بدي احكي عنها، ولكن اذا مضطره اختم بدي اقول صحيح كل وحدات حراريه شكل، ولكن بدي اختم بشيء بلشت فيه انه ايه بالنتيجه نحن اذا حابين ناكل صحي بدي يعني بدي انتبه انه انا مش بدي اكون مركزه دائما على الوحدات الحراريه، بس بدي كمان انتبه ما اكون عم زيد بالوزن. اوكي بالشغله الثانيه اللي انا بدي اقولها، اذا انا عم باكل صحي كمان هون بدي انتبه انه بقول انا ما عم بخسر وزن وبدي اخسر وزن، لا مضطره انا وعم باكل صحي كمان كون عم عد الوحدات الحراريه. شكرا كثير لك رندا فهد، بنشوفك بحلقه جديده خلال هذا الاسبوع. الله يبارك. ناخذ وقفه ومن بعدها بنكون مع فقره هابينينج.